السلام عليكم. قصتنا اليوم من المملكة العربية السعودية، وتحية لكل الإخوة والأخوات المتابعين من المملكة العربية السعودية، ولا يهون السامعين جميع. وهالقصة صراحة من أجمل القصص، قصة إلها نكهة خاصة وأحداث وتفاصيل شيقة جدا. أنا رويت كثير قصص، إلا أن هالقصة هاي لما سمعتها عدت تفاصيلها أكثر من مرة. صراحة القصة تستحق أنها تروى، وحصلت أحداث القصة على زمن الملك عبد العزيز رحمه الله، وتحديدا في صحراء أو بادية النفوذ في شمال المملكة العربية السعودية. وبادية النفوذ أو صحراء النفوذ هذه تتصل مع صحراء الأردن أو بادية الأردن وبادية الشام وبوادي العراق. ونقدر نقول أنه وقت حدوث هالقصة يعني ما بين 1930-1940 للميلاد، في هالوقت هذا يعني زمن حكم الملك عبد العزيز الله يرحمه. والقصة الله يسلمكم حصلت لرجل خلينا نسميه راشد. راشد هذا من أحد أبناء القبائل اللي تعيش في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في صحراء النفوذ. هذا راشد الرجل عنده حلال غنم ومعز، وعنده بل أو إباعر، والرجال عنده خير من الله. هذاك اليوم قاعد يفقد النوق أو الجمال، وإلا ناقصة واحد، ناقصة ناقة. عد النوق مرة واثنين وثلاث، الرجل تأكد أنه فيه ناقة الظاهر أنها ضايعة أو أنها شاردة وما يدري عنها. سأل أبناؤه، سأل الراعي، سأل، قالوا ما شفناها. والناقة في هذاك الوقت يعني تعتبر ثروة، إذا فلان من الناس عنده ناقة ولا ناقتين شغلة كبيرة يعني، ما هو شغلة فاضية. والرجال هذا المهم سأل من هين من هناك، بحث في المناطق القريبة بدون أن يعثر على أي أثر. قال لك وكاد الناقة هذه شاردة وأنها يعني مبعدة كثير، وما في حل إلا أنه يركب واحدة من هالنوق أو هالذلول ويطلع يبحث عنها فيها الصحراء، والدنيا صيف وحر. ويقوم راشد يركب ناقة من النوق السبوق أو النوق الزينة، ويبدأ رحلة البحث. كل ما يجي على بيت شعر على عرب يسأل عن هالناقة. وطبعا في هذاك الوقت وإلى زمننا هذا أبناء القبائل والعشائر يوسمون النوق، كل قبيلة لها وسم للدلالة على نوق هالقبيلة هذه، بحيث أنها إذا ضاعت بمجرد ما أنك تجي تسأل حدا أو حدا من هالعرب أو أبناء القبائل شاف له ناقة، بمجرد ما يشوف الوسم يعرف أنه الناقة هذه الأبناء هالقبيلة الفلانية. كل القبائل توسم النوق، وراشد كان من الناس اللي موسمين النوق اللي عنده. المهم كل ما يجي على بيت يسأل، قاعد يقولوا له والله ما شفنا، ما مرتنا هالناقة. ومن بيت البيت لحد ما هذاك اليوم غابت عليها الشمس وأقبل على بيت، صاح من بعيد يا أهل البيت يا عرب. طلعت المعزبة اللي هي راعية البيت، السلام عليكم. وعليكم السلام، وين المعزب راعي البيت؟ قالت والله المعزب غايب وشوي يجي. تفضل حياك الله. دخل الرجال هذا راشد على الربعة والقهوة موجودة، تقهوى الرجال وقاعد في انتظار المعزب صاحب البيت، والدنيا ليل ليلت عليه وده ينام. وفي اليوم الثاني تابع رحلة البحث. بعد شوي أبو نص ساعة زمان وإلا جاية سيارة دتسون، من السيارات الدتسون القديمة في بدايات ظهورها. جتها السيارة صفت قدامها البيت بعيد هناك، ونزل منها رجال ينادي يا أهل البيت يا عرب. اطلعت عليها المعزبة كذلك صاحبة البيت، يا حي الله تفضل، السلام عليكم. وعليكم السلام، وين المعزب؟ قالت والله المعزب غايب وشوي يجي، تفضل حياك الله على الربعة.
دخل الرجال هذا وسلم على الضيف الثاني. الآن صار فيه ضيوف اثنين، سلم على الأراشد وتقهوا الجماعة وها شنو مضيع ما مضيع. راشد قال والله مضيع لي ناقة وصار لي نهارين أدور عليها وما لقيتها. وانت يا أخو ايش عندك؟ قال والله أنا مضيع لي 6-7 نوق كذلك ضايعات وصار لي كم يوم أدور عليهن وما حصلتهن أبدا. وهم فيها الحديث يجي المعزب صاحب البيت وخلينا نسميه أبو عبد الله. لما أقبل أبو عبد الله من بعيد وشانت الدنيا توها معتمة يعني بداية الظلام، شاف هالسيارة الدتسون واقفة قدام البيت وكذلك ناقة راشد. اندار على المحرم اللي هو القسم المخصص للنساء في بيت الشعر، يسأل أهل بيته ويسأل أم عبد الله السلام عليكم، ها أم عبد الله أشوف في عنا سيارة وفي عنا ناقة قدام هالبيت. قالت والله ضيوف أو خطار قولت اللي يقولون موجودين في الربع. قال يا حي الله. اندار أبو عبد الله على ضيوف، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حي الله. جدد القهوة أبو عبد الله للضيوف وضيف راشد وضيف الرجال الثاني اللي خلينا نسميه أبو فارس. يا حي الله برجال، يا أهلا وسهلا. اندار أبو عبد الله على أم عبد الله وجاب له خروف وذبح الخروف وعطاه لأم عبد الله، قال اطبخي يا أم عبد الله للضيوف. وطبعا هذه عادات كل أبناء القبائل والعشائر بدون استثناء، لا جاهم الضيف مباشرة يجرون الدم، يذبحوا لهم خروف ولا يذبحوا لهم تيس ولا يذبحوا لهم كبش واللي يذبح ناقة، المهم كل من على قده. بدأت أم عبد الله تطبخ هالعشاء واندار أبو عبد الله على ضيوفه وسالفة من هذا وسالفة من هذا. الرجل هذا أبو فارس من نفس قبيلة أبو عبد الله المعزب، وراشد من قبيلة ثانية. وبدأوا الأحاديث والحديث كان مستلمه أبو فارس، وأبو فارس هذا الرجال بدأ يتكلم على قبيلة راشد في كلام يعني ما هو زين على القبيلة وعلى أطباعهم وعلى كذا، وقالوا وشالوا وحطوا. الرجال راشد ساكت، وللأسف يعني ما حصل تعارف بين يعني راشد وبين هذا أبو فارس، ما قال أنه أنا من القبيلة الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية. وبدأ هذا يخوض فيها الأحاديث ويذم قبيلة راشد، ما خلت كلمة على قبيلة راشد إلا ما قالها. والمعزب أبو عبد الله يحاول أنه يلمح للرجال هذا أبو فارس أنه يعني الرجال هذا معرفنا من أي قبيلة، معرفنا من يعني افهم يا أخي حاجة تسولف، خاف أنه من هالقبيلة. إلا أن الرجل هذا أبو فارس مستمر بالحديث، وكل شوي الرجال المعزب أبو عبد الله يحاول يغير الحديث إلا أن عبث. وتعرفون أم عبد الله على بين ما تطبخ العشاء وذبيحة هذه ودها وقت على بين ما تستوي، استوت الذبيحة وصار العشاء جاهز. وخلال هالفترة هذه يعني قبل ما يجي العشاء سكت وكل من سكت من عنده، وقام الرجال أبو عبد الله يساعد أم عبد الله بتحضير الطعام علشان يجيب المنسف للضيوف ويعشون، كل من ساكت من عنده. جاب أبو عبد الله المنسف ويا حي الله أهلا وسهلا، تقلطوا على الميسور. قعدوا الجماعة أبو فارس وأبو عبد الله وتقلط الرجال راشد. قبل لا يمد إيده راشد رجع أبو فارس يتحدث عن قبيلة راشد، أفعلتهم أتركتهم سووا كذا أفعلوا كذا، ربع ما هم زينين. وهذا راشد محقن ومليان على أبو فارس، يريدوا بس يبلع لسانه ويبطل يسولف. والآن قعدوا على أكل يا أخي، إحنا قاعدين على خير وعلى زاد وعلى نعمة، ما يصير تسولف على عباد الله. المهم هذا بدأ بالحديث ويقوم راشد يناولوا هذاك الشف طيروا من فوق المنسف، قال له يخرب بيتك صار لك ساعتين وانت ترغي وانت تسولف يا رجل، ما انت محترم نفسك. المهم راشد ما عاد يقدر يتحمل
وناولوا هذاك الشف اللي خلاه ما عاد يطص قدامه. راشد لما ضرب الشف قام على طول ولسه ما هو ماتشل ولا لقمة. ها يعني مشمرين عن ديهم ودهم يأكلون. وهذا بدأ بالحديث عن قبيلة راشد والرجال ما عاد يقدر يتحمل. وهذا يعني شيء طبيعي ممكن يسويه أي رجل، ولكن في الغلط أو شيء الخطأ اللي حصل من البداية أنه ما صار تعارف بيناتهم، أنه أنا والله من القبيلة الفلانية، أنا من العرب الفلانين، تلافيا المثل هيك أحاديث. المهم هذا راشد بعد ما ضربت شف قام على حيله وحط الثوب بسنونه وقال يا فيتشيتش. انهزم الرجال وحتى الناقة ما التفت عليها، لأنه راح تحصل مشكلة لها أول ما لها آخر. راشد ضرب الضيف في بيت المعزب، المعزب ما راح يسكت، وكذلك أبو فارس ما راح يسكت، قال لك خليني أنجو بروحي. والدنيا ليلت، صارت يعني بعد صلاة العشاء، ويقوم يركض هذا راشد على وجهه فيها صحراء، ساعة يقوم ساعة يقع. المهم بعد ركاض حوالي نص ساعة ويشوف له خيال بيت شعر، ويقرب من هالبيت ويصيح يا عرب يا جماعة دخيل دخيل. اطلعوا أهل البيت قالوا دخل الدخيل وسلم، تفضل جاي حياك الله. دخل عليهم عبد الله على الجماعة أهل البيت، والجماعة شبوا النار واشتغل عندهم الضوء، والعرب قبل تنام يعني بعد غياب الشمس شوية دوب يصلون صلاة عشاء ويحطون رأسهم وينامون، لأنه طول النهار تحت الشمس، واللي سارح بالإباعر واللي سارح بالغنم واللي تحلب واللي المهم الجماعة ما هو مثل وقتنا اليوم. الجماعة استقبلوا راشد، يا حي الله يا أهلا وسهلا، عسى ما شر يا أخوي، من طاردك؟ شنو اللي صاير عليك؟ قالهم والله يا جماعة القصة كذا وكذا وكذا وكذا. اطلعوا الجماعة هذول اللي دخل عليهم راشد من نفس قبيلة أبو عبد الله، عرب وحدة، قالوا دخلت وسلمت يا حياك الله، ولا حدا يقدر يطول شعرة منك. الجماعة قاموا وذبحوا خروف للرجال راشد علشان يسووا له عشاء، لأنه سولفهم والرجال طول النهار وهو طاير على هالناقة من بيت البيت ومن مكان المكان، والرجال ذابح الجوع وصارت السالفة معاه، وقام عنا العشاء الرجال وحصلت المشكلة. قاموا وذبحوا الجماعة علشان يقومون بالواجب، وقرايب الرجال هذا صاحب البيت اللي دخل عليه راشد ولد عمه وقرايبه بيوتهم قريبة منه، لما شافوا الضوء هذا شب وصار عندهم يعني قالوا لك غريب يعني شنو اللي صاير عند ولد عمنا أبو فلان. فزعوا عليه اثنين ثلاث من ولد عمه، خير يا أبو فلان شنو اللي صاير؟ طبعا بعد السلام قال يا جماعة والله سالفة كذا وكذا، وجانا رجال دخيل. قال ابشر بعزك ولد عم الرجال هذا، قالوا الراشد ابشر بعزك يا راشد، ولا حد يقدر يطولك أبدا. طبعا الجماعة عرفوا انه الحادثة حصلت على هوا ما وصف لهم راشد في بيت الرجال هذا ابو عبد الله، عرفوا انه خصيمهم الان او خصيم راشد هو ابو عبد الله من نفس عشيرتهم. وهم في الوقت هذا يحادثون ويسولفون ويسألون شوي. صار العشاء جاهز تقريبا، لكن قبل لا يندار العشاء وإلا ضو هالسيارة جاي من بعيد. ضو السيارة هذا ظل ماشي لحد ما وصل لعند بيت الجماعة داخل عندهم راشد، وقف بعيد هناك عن البيت وشاف النار شابة. وفي هالوقت بالعادة تكون العرب نايمة، عرف أبو عبد الله أنه راشد عند هالجماعة. المهم ويعرف طبعا أنهم من قرايبه ومن ولد عمه، وأول ما تقلط شوي قرب على البيت بيت الشعر شافوا راشد. راشد قال يا جماعة هذا هو الرجال اللي كنت عنده، هذا هو أبو عبد الله. قاموا ولاد الرجل هذا اللي قاعد عنده راشد وأبناء عمه اللي فزعوا عليه على شبة النار، كل من سحب سلاحه سحب بندقيته وبارودته، ولاقوا الابن عمهم عبد الله وما خلوه يدخل على البيت. وطلع الرجال الكبير، خير يا أبو عبد الله؟
قال والله مضيع رجال وحصلت عندي مشكلة بالبيت والرجال هرب وقاعد أبحث عنه الصراحة، وودي أخذه علشان يتعشى عندي لأني صراحة أنا مساوي عشاء وحصل سوء تفاهم بينه وبين الضيف اللي عندي. قالوا والله ضيفك موجود عندنا يا أبو عبد الله، والضيف ذبيحته على النار وصارت شبه جاهزة، والضيف هذا ما تأخذه، الضيف دخيل وصراحة احنا ما نقدر نسلمك يا ولا تقدر تقرب منه أبدا. يا جماعة يطولكم يقصركم، الرجال ضيف عندي وذبيحته للسعهم حطوطة لا مدينا إيدنا عليها ولا شلينا، وما راح أروح ألا أخذه معي، وعيب علي أنه يأكل من ذبيحتكم ولا يأكل من ذبيحتي، صراحة أنا ماني متحرك ألا أخذه. الرجال هذا راشد شاف ولاد العم أنهم راح تحصل مشكلة بيناتهم بسببه، قال يا جماعة تدرون خليني أروح، خلينا نروح نعش عند الرجال ونرجع يا أخي بلا ما نسوي مشكلة بهالليل بيناتكم يا ولاد العم. قالوا الجماعة إذا ودك تروح إحنا نروح معاك ولا نتركك، لأنه أنت الآن دخيل عنا، والدخيل خلاص يعني جماعة معطينه الأمان. المهم قاموا ركبوا في هالسيارة وراكبين على هالدتسن من فوق وكل من ماسك سلاحه وبندقيته، وركبوا وراحوا على بيت أبو عبد الله. لما جوا على البيت ونزلوا من السيارة، وهذول الجماعة محامين راشد، واحد على اليمين واحد على اليسار وواحد على الخلف، تقولي يعني شغلة عجيبة غريبة. لما اقبلوا على البيت وإلا هذا أبو فارس قاعد هناك على القهوة وماسك بندقيته كذلك بإيده، والرجال زعلان زعلان زعل شديد. المهم الجماعة قعدوا على الأكل وبدأ يتعشى الرجال هذا راشد علشان ما يكسر بخاطر المعزب أبو عبد الله. بعد ما تعشى شلاله كم لقمة يعني من باب المجاملة إنه ضاق الزاد يعني، وقاموا ودهم يمشون. قال يا أبو عبد الله ترخصلنا الآن، شلينا من الذبيحة وودنا نمشي، إحنا ناخذ الرجال هذا معانا. قام أبو عبد الله قال الآن يا راشد ذبيحتك وشليت منها، لكن الآن أنا لي حق عندك. شنو الحق يا أبو عبد الله؟ قال الرجال هذا الضيف عندي ضربته في مكاني في منزلي، وأنا الواجب علي الآن إني أحصل حق هالضيف، وصراحة الأمر اللي حصل إنك تضرب الرجال شف على الزاد أمر غير مقبول بغض النظر شنو ما قال وشنو ما حكى، المفروض ما انت متصرف هالتصرف هذا، ولازم نروح احنا وياك على الشيخ فلان نتقاضى عنده واحصل حق الرجال، لانه هذه عيب بحقي وباشر العرب تسولف، وهذا الرجال باشر يروح يسولف علي والرجال له حق برقبتي، باشر احنا وياك على الشيخ وهناك الشيخ يفصل بيناتنا. قام الرجال هذا ابو فارس قاعد مثل هناك وزعلان زعل شديد وماسك هالبارود بإيده، إلا إن ما يقدر يتصرف، لا يقدر يطلق النار على راشد، لا يقدر، ما وده يرتكب حماقة. قال اسمع علي يا راشد، حتى لو رحنا على شيوخ العرب كلها ترى دمك طايح طايح، تراني ذابحك ذابحك ودمك مهدور، انفصل الشيخ لك ولا لي، ترى أنا وين ما صدفتك ذابحك يا راشد. الجماعة اللي دخل عليهم راشد قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجماعة كلهم قرايب وولاد عم أبو عبد الله والرجال هذا أبو فارس والجماعة اللي داخل عندهم راشد، الحل الراي. قالوا الجماعة هذول اللي جو مع راشد قال خلينا نرجع على بيتنا، ولكل حادث حديث، باشر الصبح نشوف شو نساوي. وقاموا الجماعة راحوا هم وراشد، خذوا راشد معاهم في حمايتهم ووصلوا على البيت. قالوا يا راشد الآن أنت ولد عمنا هذا أبو عبد الله طالبك، والرجال هذا يقول أنا ذابحك، وترى لك ثلاث مهربات، الثلاث مهربات هذن ثلاث أيام ممنوع المعتدى عليه يقرب على المعتدي، يعني إذا صار جريمة ولا صار ضرب ولا صار أي مشكلة حدثت
يطلع في عرف القبائل والعشائر ثلاث أيام. الثلاث أيام هذن يروح فيهن صاحب المشكلة أو المبتلي مثل ما نقول، يروح يزبن أو يدخل عند عرب ثانية ولحتى يتم حل هالمشكلة هذه. قالوا يا راشد لك ثلاث أيام مهربات، وبلغوا أبو عبد الله، أرسلوا واحد من الرجال قالوا له يا أبو عبد الله الرجال له ثلاث أيام مهربات ولا يقرب عليه الرجال، ترى إذا قرب عليه قبل ما يخلصن الثلاث أيام بلياليهن ترى ما بيننا وبينكم إلا النار. قال أبدا ما يقرب عليه الرجال وله ثلاث أيام. قالوا الراشد تمسك الطريق هذا يا راشد، وطبعا جابوا له الناقة، ناقته اللي ظلت عند أبو عبد الله، قال اركب ناقتك وامشي بهالطريق هذا يوم يوم ونص إن شاء الله تكون عند جماعتك، ولا صرت عند جماعتك هناك سلمت ودبر راسك. ويقوم راشد يركب الناقة ويمشي. مش شوي بعد ما تعدى هالعرب مثل ما نقول ساعة زمان ولا نص ساعة، راشد قال لك الطريق هذا بما أنه الرجال هذا أبو فارس من أبناء القبيلة وابن الديرة معناته يعرف الطريق هذا، فممكن أنه يلحقني أو يقص أثري وممكن أنه يقتلني وأنا في هالصحراء، لا حول لي ولا قوة إلا بالله. قام غير طريقه، وهذا راشد ما يندل بالديرة هذه مزبوط، وصحراء النفوذ رمال وكثبان رملية، يمشي ساعة ساعتين ثلاث يتيه، يرجع على نفس النقطة اللي انطلق منها، يرجع كمان يمشي بالاتجاه هذا، يمشي بأكثر من اتجاه، الرجال تاه في الصحراء. وكانوا الجماعة مزودينه بالمي والزاد، إلا إن راشد ظل ثلاث أيام بلياليهن اللي هن الثلاث المهربات، لازم يصل على عرب ثانية غير العرب هذول لحتى يزبن عندهم ويدخل عليهم، لأنه إذا صادفوا أبو فارس ذابحوا. المهم الرجال ثلاث أيام خلصت المي وخلص الزاد وخلص التمر، والرجال حالته بالويل، وكل ما يجي على مكان ما عاد يندل، ما عاد يعرف الشرق من الغرب، والصحراء التيه، واللي ما يعرف بالصحراء ممكن انه يموت او تاكل الذيابة. الرجال هذا راشد شنو دي يسوي؟ ما ظل عنده مي ولا ظل عنده أكل، اذبحوا الجوع وحر الشمس فيها الصحراء. ولكم تخيلون هالموقف الصعب هذا، والرجال المشكلة خلصنا الثلاث أيام وصارت الدنيا قربت على المغرب نهاية اليوم الثالث، ويشوف له بيت شعر من بعيد، هالبيت المروبع، قال لك مالي إلا أدخل على هالعرب هذول لأنه انتهنا الثلاث أيام، أزبن عندهم وأدخل عليهم وأخذ لي ثلاث أيام مهربات كمان. لما أقبل على البيت من بعيد، يا جماعة يا عرب دخيل دخيل، يطلع الرجال صاحب البيت حياك الله دخلت وسلمت. لما اقبل وقرب على البيت وإلا هذا الرجال أبو فارس اللي ضربه راشد شف، يا ساعة السودة. المهم أبو فارس الرجال الآن دخل عليه أبو هذا راشد ما عاد يقدر يسوي شيء. لما دخل وصب له القهوة وشرب القهوة، قال يا رجل يا راشد انت تعرف انه هذا بيتي ولا انك هيك جاي على عماها؟ قال لا بالله يا ابو فارس، والله ما اعرف انه هذا بيتك، وانا رجال تهت فيها الصحراء، والله سبحانه وتعالى ساقني لك، وانا بعدين يعني ما اعرف انت وين نازل ولا بيتك. والصراحة هذا اللي صار، ابو فارس الرجال راشد صار في بيته ودخيله، قال مازال هيش السالفة يا راشد، انت الان دخيلي ودخلت وسلمت، وانا مسامحك دنيا واخرة، مسامحك بالذبحة خيو. ويقوم ابو فارس يذبح هذاك الخروف، ذبح الذبيحة الزينة وساوى هالعشاء الراشد، وتعشى وهذاك اليوم وديونة وسهرة، وفي صباح اليوم الثاني قام أبو هذا الرجال راشد
قال يا أخوي أنا استرخصك ودي أرد لأهلي وناقتي هذه ما لقيتها ويعوض الله منها، والقلوب صافية الآن وأنا أعتذر عن اللي بدر مني، ولكن يا أبو فارس يعني حط حالك مكاني، شنو كان ودك تسوي أنت؟ قال والله لا أساوي مثل اللي ساويت ويمكن أزود. المهم قال لكن الآن صراحة تهتب الصحراء وما عاد ندل ربعي وين صاروا. قال يا أبو يا راشد تمسك الطريق هذا ولا تروح لا يمين ولا يسار، إن شاء الله يومين ولا ثلاث تكون عند ربعك وجماعتك. ويقوم يعطيه من الزاد والمي ما يكفيه، والسلام عليكم وعليكم السلام. ركب الناقة وقال يا كريم راشد. مشي أول يوم ومشي الثاني ومشي الثالث. في اليوم الثالث هو قاعد يمشي ويشوف هالنوق هذه اللي ستة سبعة ثمانية لحالهن في هالصحراء، لما قرب عليهن وقال عليهن الوسم اللي هو وسم أبو فارس. قرب على النوق هذه قال والله هذن النوق اللي وصفهن الرجال اللي مضيعهن، لأن هم لما نلتقوا اثنيناتهم مضيعين. قال والله بما إني لقيتهن ألا أرجع وأردهن لأبو فارس. ويقوم يسوق النوق ويرجع مسير ثلاث أيام بلياليهن لحد ما وصل لعند بيت أبو فارس. هذاك اليوم مع المغرب وإلا جايات هالنوق قايدهن رجال، طلع أبو فارس والله النوق هذه لي، والرجال اللي قايد النوق وسايقهن هذا راشد. يا حي الله يا أهلا وسهلا، إيش جابك يا رجال وهذه النوق لي؟ قال والله يا أبو فارس طلعت من عندك من هين وأنا ناوي إني أروح على أهلي، وقبل لا أوصل أهلي يعني مسافة بسيطة قربتها صرت على طرف الديرة وأشوف النوق هذن، قلت والله هذن نوق أبو فارس على هوات الوصف، قلت والله غير أردهن، جزاتها المعروف اللي سواه معاي وعفى عني. قال جزاك الله خير يا راشد، والله أنك رجال غانم ومن عرب طيبة والله يجزاك خير. وناقتك أنت يا راشد ما لقيتها؟ قال يا رجل ما لقيتها ولا عاد ودي إياها يا أخي، ما ودي هالناقة أبدا. قال لا بالله اليوم تنام عندي وباشر من الصبح نركب السيارة أنا وياك ونفتل فيها المنطقة وهالديرة، وما ترجع على هلك وربعك إلا إن شاء الله نكون ملاقينا. باتوا هذيك الليلة وصبحوا الصبح ركبوا في السيارة أو على قولات إخواننا في السعودية أو في الخليج ركبوا الوانيت، وقالوا يا كريم، وصاروا يبحثون عند بيوت الشعر، يروحون على القرى على المزارع ويجون هذاك السوق اللي يتم فيه بيع الحلال والإبل، وكانوا فيه بعض الحواش أو المناطق اللي يحطون فيها الإبل، ويجي اللي مضيع ناقة واللي مضيع حلال واللي يشتري يسألون فيها السوق لعل وعسى أن يكون حدا ملاقيها أو حدا سارقها مثلا، فيجون يلقونها بالسوق يفتلون على هالحواش المحطوطة فيها الإبل عندها التجار وعندها الناس، ويشوف راشد ناقته في حدا الحواش، دخلوا على الرجال السلام عليكم الناقة هذه لي يا أخوي إيش جابها لعندك؟ قال والله يا أخوي الناقة هذه لقيناها شاردة وضايعة فيها البر، وجبناها حطيناها عنا نخليها فترة، قلنا لعل وعسى صاحبها يجي يسأل عنها ويستردها، وسبحان الله الحلال ما يضيع. ويقوم راشد ياخذ الناقة هذه الضايعة ورجعوا على بيت الرجال أبو فارس، وركب الناقة الثانية اللي كانت معاه وقال يا كريم ورجع على ديرته، وحصلت الصداقة بيناتهم والمعرفة والخوة على هالمواقف اللي حصلت بيناتهم. وعلى مرور الأيام والسنين صاروا يتبادلون الزيارات ويروحون ويجون على بعضهم، وعلى ذمة الراوي انهم توفوا قبل الاثنيناتهم توفوا قبل حوالي 10-15 سنة رحمة الله عليهم. كانت هذه نهاية القصة، ونرجع للأصل في هالمشكلة الطويلة العريضة اللي حصلت، وكان
راح يروح راشد ضحية أو يتم قتله، ولا كذلك ربعه ما راح يسكتون وربعه أبو فارس ما راح يسكتون، أو يقع دم بين قبيلتين وبين هالناس، والسبب هو لسان. لما يكون الواحد قاعد في مجلس ولا في مكان، المفروض أول شيء التعارف من السنة، لازم تتعرف على الأشخاص الموجودين في هالمجلس ولا في هالمكان قبل لا تتكلم في أي شيء وتقعد تحكي على هذا وعلى هذا وتأصل بفلان وعلان. لسان يا أخوان اشحمه، أو الحمى شلون ما درته يندار، يطلع منه الزين ويطلع منه الشين حيشاكم. فالمفروض الإنسان في المجالس يتدارك الحديث عن القبائل والعشائر. يمكن أنت تكون قاعد تتكلم عن قبيلة ولا عشيرة وما يكون حدا منهم، إلا أن يكون مثلا حدا يكونون خواله هالعشيرة اللي قاعد تتكلم عليها أنت، ولا مناسبينه ونسايبه، ولا هو ماخذ منهم. فتحصل كثير من المشاكل بسبب الكلام هذا الطالع والنازل. فممكن كلمة واحدة توديك إلى التهلكة وتسبب دم. الله يشفينا الشر وإياكم ويبعد عنا المشاكل والدموم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. بارك الله فيكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.